في أحباب المحبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامجكم حديث الدار. الليلة ضيفنا في الدار نجم حقيقة سطع وله فضل بعد الله عز وجل على الدعوة وعلى الخير في كل مناطق المملكة العربية السعودية. له إسهام في الجانب التربوي، الجانب التعليمي، الجانب العلمي التأصيلي اللي ربما لا يعرف عنه كثير من المشاهدين الكرام. ضيفنا وضيفكم حقيقة وفي دارنا اليوم نرحب به والأستاذ الدكتور إبراهيم بن إبراهيم الدويش، أستاذ السنة النبوية بكلية العلوم والآداب بجامعة القصيم والأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية. باسمكم جميعا نرحب به ورحب به ضيف زميل محمد. حياك الله يا بروفيسور. الله يحييك. الله يسعدتنا. الله يسعدك بطاعته. أنتم اللي سعدتونا جزاكم الله خير بالاستضافة الكريمة. دار دارك. الله نورت الدار. الله الدار منور بأهلها كما الله يقولون. الله يسعدك. احنا تعودنا طبعا طلال يوم قال رحب قال مستمعين الكرام. انا احب كل حلقة الاول يا طرف كل حلقة نقل فؤادك حيث شئت من الهواء. يسيدني بس كل ما طبيعي ذيعتني دارس الان يا اخي. الله الله خير. الله يخليك. لا والشيخ صار حقيقة من الاسرة في انت شرف والله. بالعكس شرف ما شاء الله. الاذاعة خطت خطوات مباركة وقفزت قفزات جميلة. نسأل الله ان يبارك في القائمين عليها جزاهم الله خير. ما شاء الله دكتور ابراهيم انت يعني التعريف بك أرى أنه يعني ينقص من قدرنا نحن. استغفر الله. وإلا الله. فاسمك وقدرك وفضلك كبير علينا نحن. يعني أنا أتذكر دكتور إبراهيم دويش منذ الطفولة وغيري كثير. يعني الأماني والمنون والأشرطة القديمة اللي كنا نستمع لها وكان لها أثر وصدى كبير. وهذه لعلنا نعرج عليها في ثنايا الحديث. لكن في بداية دكتور إبراهيم ما راح نقول السيرة الذاتية يا دكتور إبراهيم، سيرتك معروفة، لكن إلى أي مدى وصل الدكتور إبراهيم الآن؟ والله هو شوف يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خير الحقيقة. أنا ترى دائما من يحب مثل البرامج الخفيفة يعني السواليف العامة، لأنه الإعلام يستحق إلى أنه يعطى حقه أيضا في الجانب البسيط السهل، وإن صح وإن كان سهلا ممتنعا لكن لا شك لن نعدم الفوائد إن شاء الله. لكن الإعلام أيضا غير قضية نقل الدروس والمحاضرات وبطريقتها العلمية. لا جانب ثاني. أي نعم، فيها الجانب الآخر الذي حقيقة يظهر يعني فعلا. جزاك الله خير. شكرا لك. الذي يعني يبين الإنسان. تسلم جزاك الله خير. نشغلك عاد بس الله يعني. لا لا أبدا بالعكس يا أخي. أنت على قام الدار أبدا أبدا فالأمور ريحين يا خطر. أبدا لن يعني نجعل الأمور رسمية بيننا ولا كذا. فعلى ما ذكرت في منهجكم وهذا ما نبيه دي شيخ. جزاك الله خير. يعني سؤال جزاك الله خير. يعني في النهاية ما أنا إلا كغيري من الناس. يعني الإنسان يجعل له بعض الأحيان أهداف يريد أن يصل إليها. ربما يقسم الهدف الرئيسي والعام يعيش كل إنسان وكل مسلم من أجله وهو رضا الله سبحانه وتعالى. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطفي ولست أبالي به حتى أحاذره فالموت عندي صار أبرد طرفي. صاحب الغاية العظمى صاحب الهدف العظيم أن يعيش من أجل رضا الله عز وجل. هذا يعني يعرف صراحة يعني يكفي للإنسان أن هدفه السامي العظيم الذي خلقه الله عز وجل من أجل يجب أن يكون دائما أمام عينيه. وأنا دحيقة دائما والله رسمت هذا الأمر لنفسي وأذكر به دائما أبنائي وبناتي وأذكر به طلابي وأذكر حقيقة في كل محب من شبابنا وبناتنا أنه فعلا لابد كل مسلم اجعل دائما الهدف الأصلي الأول أمام عينيك ثم ترسم الأهداف الفرعية البسيطة لتصل بك إلى الهدف الأصلي. فأنا يعني رسمت الحمد لله أهداف ربما معينة، أهداف سواء علمية أو غيرها أو أكاديمية حتى في الجانب الجامعي وغيره، إلى أن الحمد لله أخذت الدرجة العليا في الدراسة بفضل الله تعالى. ولا فخر والله يعني هذا أمر يعني أنا دائما أقول مهما ترقى الإنسان في الشهادات العليا وغيرها مهما بلغت
فحقيقة أمرك هو حسن أخلاقك وتواضعك وبسطك مع آخرين. لا أقول هذا والله تواضع، أقول حقيقة وأجاهد نفسي عليه. والله عز وجل أخبر وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نسأل الله أن يهدينا وإياكم بما فيها. وهذا الشيخ اللي يعني بصراحة أنا وحنا في الدار والدار وحديث عفوي يعني إحنا لاحظنا ولمسنا من حديث الشيخ الدايم الحديث الذي يعني تصحبه بحة جميلة وكأنه يتحدث من قاع القلب، يعني نبرة الصوت طريقة الأداء يشعر فيها المستمع. إيش سر هذا الجمال؟ يعني أنا لا أعلم حقيقة ما هو السر ولا أقيم نفسي، لكن يعلم الله ما تحدثت بكلمة إلا وأشعر أنني أحوج الناس لها. ما تحدثت بكلمة وأشعر أنني أوجهها للآخرين فقط. إي والله تحدثت مرة يمكن في أحد المواضيع كان عن قيام الليل أو نسيت اسم الشريط تقريبا أو المحاضرة اللي نزلت قديما سبحان الله عام كم كان لحظة لحظات الأسحار ما هي لحظات الأسحار دموع الأسحار أو تقريبا أو روائع الأسحار أحسنت روائع الأسحار وضيف لها صوت قارئ والله خلص شباب تكفى يساعدون روائع الأسحار مثلا يظن الناس أنه وين فلان القائم الليل العابد لا والله أقولها ثلاثا إنما يعلم الله أنني طرحت ذلك الموضوع لأني أشعر أنني أمس وأحوج الناس إليه، ولعل الله عز وجل يرزقني من يتمثل مثل هذا الأمر بالتذكير فأنال أجره مع مجاهدتي لنفسي. فما أذكر والله أني طرحت موضوع، يعلم الله كل الموضوع طرحته يمكن أكثر من 1000 مادة علمية الآن موجودة ما بين مسموعة ومرئية وإلى آخره، والله ما أذكر أني طرحت ولمجرد للآخرين، أنها لنفسي قبل الآخرين. أسأل الله أن يكون ذلك خالصا لوجهه وأن يتقبله ليكون صوابا، وإلا الإنسان الله المستعان يا رب. خلينا نرجع للبداية إبراهيم أو دكتور إبراهيم في الموضوع هذا. سبحان الله دائما التعليم له أثر على الإنسان حتى في بنائه العلمي أو حتى في بنائه التربوي أو في طريقة أدائه ومهارته، مدام أبو حسن ركز عليها. بداية الدكتور إبراهيم في التعلم في النشأة في الطلب، هناك شخصيات كانت لها بصمة في حياتك وأثرت فيك؟ طبعا هي بداية الدراسة، لكن كنت حقيقة يعني لما كنت في الثانوي كنت أحرص أني أنتقل من مدينة الرس محافظة الرس إلى عنيزة لدروس الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، والشيخ كان له فضل بعد الله تعالى علينا بشكل كبير جدا. وأذكر والله أني كنت أتردد أنا واثنين من الشباب على ديدسن غمارتين، لأنه تقريبا 60 كيلو رايح 60 كيلو رايح 60 كيلو راجع. من فين؟ من الرس إلى عنيزة جامع الشيخ. زينت إنه جامع الشيخ كان في أول عنيزة. وأذكر قديما مع هذا أنا أتكلم عن 1400 و1402 يعني قبل 36 سنة تقريبا أو كذا. وأذكر يعلم الله إنه يعني ما كان جامع الشيخ الطين القديم البسيط، وكان الشيخ لا يحضر لعدد قليل، وكان الشيخ حتى أذكره يطلع بعض الأحيان إذا صلى يطلع بالسطح بالشمس ويقول إذا جئت كامل الشاب بلغوني أو علموني. ففعلا وكان بعض الأحيان الشيخ يذهب لاجتماعات هيئة كبار العلماء في تلك السنوات، وكنا بعض الأحيان نأتي ما كان في جوالات طبعا، كنا نأتي للذي فأنا لأجد الشيخ بعض الأحيان، فقلنا له مرة يا شيخ إنه يعني إحنا نجي نرس وكذا، فيا ريت الشيخ كيف ننسق معك لو أنك لن تحضر الدرس، كيف نعرف؟ فالشيخ رحمه الله قال أبد أعطوني الرقم، أعطوني رقم البيت طبعا الله، لكن في أرقام ثابتة تلفون. وفعلا والله إنه كان الشيخ رحمه الله يتصل إنه ترى هالأسبوع أنا موجود وكذا، شيء عجيب والله. فالشيخ يعني رغم دراستنا يعني المنهجيه التعليمية العاديه في الابتدائي والمتوسط والثانوي، كان لاساتذه فضل بعد الله تعالى علينا حقيقه، ربما في حث على القراءه، ربما في بعض التوجيهات وغيرها. يعني انا اذكر بعض الاساتذه جزاهم الله خير كان يعني حتى في المتوسطه والله اني اذكر كنا نقرا، يعني كان احد الاساتذه اذا حفظنا بعض الاحاديث في المنهج او مثلا كان يكافئنا ببعض الالغاز القديمه، الغاز البوليسيه هذه لغز المغامرون الخمسه، واذكر الان من المغامرون الخمسه تختخ ولوزه ونوس وعاطف وكذا، اذكر قديما كان يعني كنا تحريك للذهن، فكان يعني كنا قراءه تعويد على القراءه في ظل، فكان لها اثر يعني مع هؤلاء. لكن صراحه ايضا طلب العلم الغير منهجي اللي أقصد الغير التعليمي
في المساجد كان له أثر كبير جدا. اللي من رغبة. فلما تخرجت من الثانوي انتقلت لجامعة الملك سعود في الدراسة في قسم الدراسات الإسلامية، ثم كان في الرياض. في الرياض كان، ما كان في، كان في جامعة الإمام بالقصيم، وأنا حقيقة اتجهت لجامعة الملك سعود في الرياض. ليش؟ هذه أقرب وعند لها تقدر تداوم يوميا. إيه أنا كان سبحان الله بدايتي ربما كانت رغبتي في أني أدخل شو اسمه كلية الإدارة. أي وقسم إدارة، كانت هذه الرغبة في البداية. سلام. وفعلا أذكر أول فصل دراسي استشرت بعض الإخوة اللي في الإدارة وبعض الإخوة، فقالوا لي أنا رأيك تأخذ ساعات كان يسمها مواد عامة أول فصل عشان تعتاد وتعزم هل أنت فعلا تبي الإدارة، وخذ مادة في الإدارة تختبر نفسك تشوف نفسك. وفعلا أخذت مادة استشرت بعض الإخوة وسجلوا لي مادة مبادئ إدارة الأعمال، وكانت مادة الله يوريكم فعلا مادة دسمة وكبير انحش بس. والدكتور كان الله يذكره بالخير يعطينا يعني أعطانا يمكن حل 4 أو 5 مراجع وضخمة في إنجليزي وفيها يعني إيه نعم. وأيضا الدكتور كان يعني فالة بالقاعة صراحة، ما كان يتجه كثيرا للمادة، ولعله سبحان الله صارت من ردة فعل فإني فعلا أستمر في قضية قسم الدراسات الإسلامية وتحول إليه وظل تغير المسار إلى المسار اللي وأراد الله تعالى. لكن ليش الإدارة؟ ليش كنت تحدث نفسك بالإدارة؟ ما أدري، كنت مع أن الجو العلمي كنت أشعر أنني أريد أن أكون علمي. كنت أشعر أني أريد أن يعني أشعر أن عندي قدرة على القيادة وإني قدرة على التأثير، وبالتالي لعلي من خلال دراستي للإدارة أعزز هذه الصفة التي كنت أشعر بها عندي. لكن أردناها كذا فأرادها الله تعالى شيء آخر، والحمد لله يعني مضت على خير. في تلك الحقبة أذكر يعني أتكلم عن 1403 هجري، كنت تحريص جدا حقيقة أن أدرس أيضا غير دراستنا الجامعية على المشايخ في الرياض. فكنا هذا دروس الشيخ ابن باز دائما حضورها، وبالذات أن كنا أول كذا نتردد، كنا في الدرعية وكانت أذكر الكلية في الناصرية، وكنا نتردد من الدرعية إلى دروس الشيخ، خاصة يوم الخميس. المرة الطويلة. إيه لا ما هو بديت سنة. أصلا ما كان أول سنتين أذكر أول سنة بالجامعة، ما كنا نملك نشتري سيارة أصلا. إي والله كنا نركب الباص. سكن الجامعة. إي كنا ننتقل من الكلية في الناصرية إلى شو اسمه السكن في الدرعية. أول سنة بدأت السكن في الدرعية اللي موجود الآن. كان أول سنة بدأ. حتى كان الطريق ما انتهى وكان الحوادث باستمرار، كان نسميه طريق الموت. الله يغفر للجميع. آمين. وكنا نركب على النقل الجماعي، وأذكر من الطرائف النقل الجماعي كان كل أيام جاء الدورين. الدورين. وكان طالب معنا كان معنا طالب أفريقي الله يذكره بالخير، طبعا مع الزحمة يبدو أنه صعد صار في الدور الثاني. طبعا الدور الثاني ما في مكان القيادة ولا شيء. فجلس الطالب، احنا كنا حتى متعبين الظهر كنا، فجلس الطالب فلما فتح عينه ما لقى، قال يا الهي لا يوجد سائق، يا الهي لا يوجد سائق. وقاموا نزلوا الرجال انا ظنيت نام لانه لا لا الفارق ينامون وجد ما في سائق. لا فعلا درى واللي خالط شيخ الوافدين فيهم دعابه وفيهم خاصه مع تعلم اللغه العربيه البدائيه وكذا. انا اذكر كان هالشخص هذا كان معنا باحدى المواد وكان يتاخر احد المرات، فقال له الدكتور أين أنت يا إسحاق لماذا تأخرت؟ قال كنت في القافلة طبعا هو بيقول في الحافلة حافلة النقل يعني. قال كنت في القافلة فتأخرت. أذكر الدكتور يمزح عليه يمزح معه قال أي بعير كنت تركب في القافلة. فكان حقيقة يعني التعليم كنا ندرس على الشيخ عبد الله بن جبرين، على شو اسمه الشيخ عبد الرزاق عفيفي كليان في كان رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز كنا نحضر، الشيخ عبد العزيز سبحان الله انا ممن اثر في منهج الشيخ وطريقه تعليمه وسمته ودله وهديه اكثر والله من علمه. هل في موقف شيخ معين تذكره مع الشيخ بن باز؟ الموقف الذي لا انساه، الشيخ رحمه الله كنا بعد صلاه الفجر يوم الخميس، كان الشيخ يمكن يشرح 9 دروس، وكان في احد المرات يقرا يشرح في صحيح مسلم، وكان يشرح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الإناء في مكان فم عائشة ويضع فاه على موضع في عائشة. العجيب والقاري يقرأ، فجأة الشيخ يعني رحمه الله أجهش في البكاء. الموقف هو ظريف صحيح، والموقف طريف وبالعكس يعني وعاطفي ولطيف. فإحنا يعني أنا مثلا من الأشخاص طبعا لما بكى الشيخ وجهه في البكاء بكى القارئ، أثر في القارئ. فلما بكى الشيخ وبكى القارئ بكى الطلاب، فوالله ضجت مجلس العلم ذاك ضج في البكاء. ولا ندري لماذا ما ندري طبعا. هو الموقف أنا قلت لكم يعني الموقف لو رويناها الآن هو الموقف الظريف الطريف التي يمازح بها الشيخ. ولذلك أنا حتى أذكر لما طرحت في شريط بحر الحب وجيت لها الموقف
كنت تأثرت يعني قليلا حقيقة في الموقف، والله إنه كان فيه مرة في ذهني يعني وأنا أروي ذلك الموقف، حتى بعض الأخوة قال لي يتباكى وكذا، ما يعلمون في الحقيقة. وهو له أصل، له أصل هذا الموقف تماما، هو والله لا أنسى، وكلما مرت الحديث أصبحت تتأثر فيه أكثر من كونه يكون طرافة. فسبحان الله لما هدأ الشيخ تكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعلو هذا الخلق العظيم، وكيف كان يعني رغم قدره، وعائشة فتاة صغيرة كيف كان يلاطفها، وكيف كان حسن خلقه مع عائشة في تتبع فمي مكان فمها، وحتى كان يتعرق العرق كما جاء في الحديث العظم فينهش يعني مكان فمها. فتكلم الشيخ عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كلام عجيب وأجهش في البكاء، وتأثر والله الجميع. مثل هالمواقف هذه يا أخي ما تأخذها علما، ليست علم هذه فقط، هذا هدي وسمت وخلق وتربية وتربية. الشيخ رحمه الله كان والله أني أذكر لا طلعت واجتمع حوله الطلاب، وربما أغضب بعض الطلاب، أغضب الشيخ، كان أشد ما يقول الشيخ لا زعل، سبح 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 سبح، نعرف أنه خلاص زعل، خلاص هذا زعل الشيخ غضب. ذكرني هذا لما بعدين درسنا حقيقة، وأيضا تخصصت في السنة النبوية وكذا، درسنا بعض المناهج للمحدثين، منهج الإمام البخاري رحمه الله في الجرح والتعديل. الإمام البخاري له مؤلفات عظيمة وكبيرة في الجرح والتعديل، جرح الرجال، وله كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والتاريخ الأوسط وغيرها من كتب الرجال، يعني التاريخ الكبير يكون حوالي 8 مجلدات. ومع ذلك أئمة الجرح والتعديل يقولون الإمام البخاري إذا قال في الرجل فيه نظر فعلى الرجل السلام، فيه نظر خلاص. لم يتكلم البخاري من شدة أدبه في الجرح والتعديل، ما كان يعني يصرح، ما كان يزداد او يتكلم عن الرجل بصراحه بما فيه، يقول فيه نظر. فعرف عند الكثير من المتخصصين في الحديث ان البخاري رحمه الله اذا قال فيه نظر هذا خلاص في انتهى الرجل، وهذا ادب عجيب، وهو بامس الحاجه الى ان يبين حال هذا الرجل. ومع ذلك انظر للادب عند الامام البخاري رحمه الله. ولذلك مما نقل عن البخاري رحمه الله انه كان يقول أسأل الله أن 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 أسأل ربي أن أو أسأل الله أن أقابل ربي ولا يسألني أني اغتبت أحدا، الله ولا يسألني أني اغتبت أحدا، رغم كل هالجرح والتعديل والكلام. فيا أخي هؤلاء الرجال سواء الإمام البخاري رحمه الله أو الشيخ ابن باز أو الشيخ صالح الفوزان رحمه الله أيضا يعني قرأنا عليه فترة وكذا، أو الشيخ عبد الله بن جبرين أو الشيخ محمد بن عثيمين، والله يا أخي تتعلم من العلم والهدي والسمت والطريقة. أنا ما أنسى موقف مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله طلعنا من الجامع، انتهى الدرس طلعنا من جامع في عنيزة، وأنا أعرف الشيخ وين يضع أحذيته أكرمكم الله، وسارعت، كان الشيخ عطله بعض الطلاب وزحمة وكذا، فأسرعت وأتيت بحذاء الشيخ إليه. فلما طلع الشيخ وجدني ماسك حذائه أنا بجلسها، فإذا بالشيخ ينظر لنظرة والله كأن رحمه الله رحمة واسعة، والله إنه كأنها أمام عيني الآن، ويغضب علي غضب، من قالك تجيبها؟ من طلب منك؟ إي والله قلت ليتني ما جبتها، والله إني ردها مكانها. شوف التعليم قدام الناس، قدام الطلاب وكذا، ردها مكانها، والله ما ملكت يا شيخ، قال ردها مكانها، ويحوشني الشيخ، والله قمت ورديتها مكانها. يعني شوف الأدب، ولا خلاص أنت بهالمنك صغير سن وأحد طلابه وخدمة له ولها أصل تقدير، يعني يا أخي تقدير لعلمائنا ولمشايخنا، ويستحق الشيخ والله الحسن والحسين كانوا يقرب الحذاء لمعلمهم. فمع ذلك والله شوف الموقف، يعني والله ما نسيته أبدا، دائما معيني. شوف أدب الشيخ رحمه الله وحرصه، ولا يريد أبدا يعني أن طالبة أو تلميذ لا ردها مكان، والله رديتها مكان، وراح الشيخ وخذها ووضعها لباسها. لكن الحين يمكن بعض المشاهدين الكرام توقت الشيخ صالح الفوزان رحمه الله يقول كيف تقول رحمه الله؟ أنا قلت له وش الرحمة للجميع، غفر الله له، خلينا تاج العروس على مكانه. قبل ما ننتقل الجدد طيب، أيضا أسلوب اللقاء المتميز في الدكتور إبراهيم حقيقة أسلوب مميز، اشتغلت على نفسك أو هي موهبة وأنت طورتها؟ والله يا أخي شوف، أنا لا أخفيك، في البداية ما اشتغلت على نفسي، يعني يمكن وصلت إلى أكثر من 20 مادة أو أكثر، 40 أو 30 مادة صوتية كالأيام، كانت أيام الكاسيت والتسجيل، ما اشتغلت والله على نفسي. لكن سبحان الله بعدها ولما رأيت الأثر وكذا، رأيت أني من المهم جدا أني أشتغل على نفسي، في خاصة في جوانب أنا ما أعلمها، مثل جوانب علم الصوتيات وعلم اللسانيات وعلم الإلقاء وفن الإلقاء. فأنا ذهبت أذكر الكويت وأخذت عدد من الدورات عند ناس متخصصين في هذا المجال في علم الصوتيات، وكان فيها بعض الإخوة والإخوان في جامعة الكويت
متخصصين في علم الصوتيات وعلم اللسانيات وغيرها، وفعلا اخذ دورات حتى يعني اذكر ارسلت لهم 20 ماده صوتيه لي ودرسوا وقيموا الجانب الايجابي والجانب السلبي، فاخبروني عن الجوانب الايجابيه عندي واخبروني عن الجانب السلبيه، وفعلا حاولت اني كذا حتى الالقاء اليوم انا عندي بفضل الله تعالى ان لو تاتي مكتبي الان في القصيم ستجد لوحه تقريبا 6 متر تقريبا 70 سنتي موجوده فيها اللوحه مكتوب فيها شو اسمه المنهج العلمي للاعداد او المنهج العلمي للاعداد للدكتور ابراهيم الدويش. هذه موجودة عندي وكل مره جاء واحاول ياخذها يصورها، هي من خلال التجارب حتى يعني دوره كامله يمر فيها التحضير العلمي حتى في خطبه الجمعه. مثلا خطبه الجمعه انا عندي منهج علمي كل تقريبا 3 شهور اللي هو 12 خطبة جمعة تقريبا. هذه لها منهج نختارها ونختار سلسلة معينة نختارها ونختار مواضيعها ما هي، إلا عاد جاءنا تعميم أو شيء من الجهة الرسمية فنمتثل لها ونأجل مثلا. فأختار المواضيع واختار العناوين ثم يبدأ الإعداد. أنا لا أعمل لوحدي بإنما معي فريق عمل جيد ويشتغل جزاهم الله خير، يعني إعداد مثلا التحضير من الكتب العلميه ومن الكتب الامهات والمسانيد والاحاديث الايات احاديث احرص على 11 تقريبا محور في الماده العلميه اللي اطرحها، ايات احاديث اثار اشعار ارقام واحصاءات قصص من التاريخ قصص من الواقع حكم وامثال نقولات علميه ابتسامات وملح وطرائف. هذه احرص 11 نقطه احرص ان تتوافر في الطرح العلمي، الا اذا كانت خطبه جمعه وغيرها بعيد عن الملح والطرائف تجتمع هذه وتقدم لك. هذه طبعا يمكن يجمع لك مثلا في الايات 20 ايه في الموضوع في الاحاديث مثلا كذا. فانا ياتي دوري هنا في مرحله احد المراحل في الدوره اسمها التاصيل والتحديد، هنا ياتي دوري اخذ الملف هذا اللي هو وورد وانتقي اقوى مثلا 3-4 ايات في الموضوع ربط ثم انا اسميها المقادير. اخذ اقوى مثلا الايات في الموضوع، اخذ اقوى الاحاديث، اخذ اقوى الاشعار، اخذ مثلا اقوى الارقام والاحصاءات، اخذ اقوى قصتين قصه وقصتين، ثم يصير عندي مقادير طبخه كما جميل يقولون جميل. ثم باسلوبك اللي فتح الله عليك ومعرفك وربطك بالواقع وتاصيلك للموضوع وبعض اللمسات اللي انت تنظر فيها بربط الجوانب العلميه في الواقع، تبسيط تفسير الايه بعض الاحيان تربطها حتى تتكامل. فاذا تكاملت وانتهت تنتقل من عندي الى شخص في الجوانب الفنيه ياخذ الايات من برنامج الايات، الاحاديث من برنامج الاحاديث، اللون الاخراج اللغوي لغه لغه التلوين عندنا اللي لغه الالوان مسمينها 4 الوان، اللون الاسود العام هذه للمادة العلمية العامة، اللون الأحمر الفاتح للآيات، اللون الأحمر الغامق للحديث والآثار، اللون الأزرق هذا لصلب الموضوع أو الزبدة التركيز على الزبدة اللي تريد أن تذكرها. حتى في اللون الأزرق إن كانت خطبة جمعة فتمويج الصوت يتغير، وهذا مما درسناه في الدورة. فإن كنت هادي ترفع، إن كنت رافع تهدأ، وهكذا ليتميز الطرح تريده. في الإعلام مثلا لما يكون أمامي مثلا بعض الأحيان موضوع انتم تقولون الان ليش ما امامي موضوع، انتم قايلين لي ترى سواليف سواليف صح ولا كان المفترض ان يصير امامي محاور والمحاور هذه بلغه الالوان واللون الازرق هذا الذي يجب هو الثمر لا يجب ان تذهب وقت الحلقه الا وقت طرح حتى وانتهى الوقت هذه اطرح اللون الازرق لان هذه هي الرساله التي انا خرجت في الاعلام من اجلها. ولذلك يستغرب بعض الاخوه الذين ربما يدعونك بعض الاحيان لمداخلات عبر بعض البرامج او غيرها. جميل جميل. انا الحقيقه والله اني اعتذر إلا لو كان عندي رسالة واضحة مؤمن بها أريد أن أطرحها في هذه المداخلة نعم، أما لمجرد المداخلة أو أني ظهرت أبدا والله أعتذر، لأنه إن لم أحمل رسالة للطرح في هذه القناة أو تلك القناة ما هي بقضية الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور كما يقولون، إنما هي رسالة تريد أن تطرحها. فهل عندي رسالة؟ ما عندي رسالة أعتذر ولا أتردد في الاعتذار والله. جميل. ودكتور لعل يعني هذا السرد اللي ذكرته ما شاء الله في هذا المنهج يعني ينبئنا على أنه المنتج منتج ثقيل ورزين وبالتالي أثره كبير، وبالتالي تجد حتى أثر هذا ولعل إن شاء الله نأخذ بعد الفاصل أثر هذا على التعامل دكتور إبراهيم مع التقنية مع تويتر مع السناب والمنهج الذي يقام كذلك في هذه الوسائل. وحدث إن شاء الله عن مشاريعك الجميلة الكبيرة العظيمة. فاصل ثم نعود. أستاذنك أستاذنا أخوي أبو عزام فاصل ثم نعود فابقوا معنا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا.
كل شخص يفضل لونا معينا عن الآخر، ولكن هل سألت نفسك يوما هل لتلك الألوان تأثير على حالتنا المزاجية؟ تحدي الألوان مع مهرجان العروض، اخترنا لك الباقات الأنسب مع لونك المفضل. جدد اشتراكك الآن لمدة 9 أشهر ب399 ريال، أو جدد اشتراكك لمدة 19 شهرا ب699 ريال، أو جدد لمدة 29 شهر ب1099 ريال. لون واحد يفرق معاك شهور. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. ماذا لو جعلت من مهلك سنابل عطاء لتحصد كل عام أجر إسلام أكثر من 7000 شخص و3100 معتمر وحاج، وتوزيع أكثر من 500,000 كتاب، وتعليم أكثر من 900 مسلم؟ كل هذا بين يديك، فاغتنم الفرصة وشارك في جمع 12 مليون ريال لتكمل ضياء وقف النور 2 التابع لمكتب الدعوة بالروضة. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقف النور 2، نافذة نورك في الحياة وبعد الممات. المزيد من الدراما والبرامج التفاعلية، المتعة والتشويق في برامج الأطفال العالمية، كل ذلك وأكثر في قالب من الترفيه الآمن على قنوات شبكة المجد. ولضمان استمرار المتعة ومشاهدة برامجكم المميزة على شاشة أكثر وضوحا ودون توقف أو انقطاع، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة التأكد من أن جهاز استقبال المجد في منزلكم يعمل ببطاقة ذكية تبدأ بالأرقام 4-2 والمعروف بنظام إيرديتو. أما إن كان الرقم المتسلسل خلف البطاقة الذكية يبدأ بالأرقام 0-3، فهذا يعني أن جهاز استقبال المجد سيتوقف عن الخدمة قريبا. ولا بد من التوجه إلى أقرب نقطة بيع لشراء جهاز استقبال المجد ببطاقة تبدأ بالرقم 4-2. ولمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابنا. حياكم الله من جديد. ما زال معنا حبيبنا دكتورنا دكتور إبراهيم الدويش. دكتور إبراهيم حياك الله من جديد. الله يحييك. أنا راح أقرأ مقصوصة، ومن خلالها سأدخل وأدلف إلى هذا الكتاب الجميل، الكنز الذي بين يدي. قلت وكتبت بقلمك الجميل: حاولت مرارا أن أتجاهل ذلك الشعور الذي ينتابني عند الحديث أو الكتابة عن هذه السيرة العظيمة، والتي بيني وبينها وشيجة ومحبة، وليست أي محبة، حب قلبي إيماني عقدي ينبض به قلب الإبن لأمه، أم ليست كالأمهات. يا الله، أي مشاعر، أي رهبة، أي هيبة هذه التي تجتاحني الآن وتتزايد معها أنفاسي، تتسارع دقات قلبي. أشعر الآن كأني واقف على باب أمي عائشة رضي الله عنها، أحاول قرعه بأطراف أظافري، أناملي أدبا ورهبة لهول تلك اللحظة، لحظة اللقاء، لهول تلك اللحظة، لحظة اللقاء. فخلف الباب أمي التي تخفق قلوب الملايين شوقا وحبا لها. ثم ذكرت البيت الشعر المتنبي: لا تعدل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ما سر جمال هذه الكلمات، وما سر تأليف الشيخ ومشروع الشيخ ومنهج الشيخ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ رضي الله عنها. يعني شوف، قضية مشروع عائشة ليس في كتاب عائشة، مشروع عائشة كمشروع كامل. يعني سبحان الله، كان حلم، والحمد لله بفضل الله أولا وقبل كل شيء، والله بتيسيره وتوفيقه يعني بدأ هذا الحلم يتحقق. كان بدءا خطب جمعة، أكثر من 20 خطبة جمعة تقريبا. لكن قبلها إيش الهدف؟ لماذا انطلقت من كان من كان هذا؟ كان الفكرة أنه في ظل يا أخي الحديث عن المرأة وعالم المرأة وقضية المرأة، وأصبح يتنازعها أطراف، وكل يميل في قضية المرأة على حسب ما يريد وغيرها، أنا كنت حقيقة أفكر كيف أطرح قضية المرأة
لفتياتنا المعاصرات يعني بطريقة، فما وجدت والله أفضل من إيجاد القدوة، لأنه اليوم في أزمة قدوات. صحيح. الفتاة المسلمة المعاصرة تريد أن نرسم أو أن نذكرها بقدوة. طبعا لن أجد أفضل بصراحة، لما تأملت لم أجد أفضل من هذه المرأة العظيمة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومع الأسف طبعا مما زادني حقيقة حرص أن ما تتعرض له عائشة رضي الله تعالى عنها من يعني من حملات وإساءات وشيء يدمي القلب، والله العظيم أنه يدمي يعني يجعل تبكي الدم قبل الدمع. يا الله. يعني وجدنا بعض الكتب والمؤلفات وغيرها تتكلم عن عائشة بشكل عجيب يا أخي، والله العظيم تألم أشد الألم. والعجيب أذكر أن لما بدأنا بفكرة الموضوع دخلنا في اليوتيوب وحطينا عائشة رضي الله تعالى عنها، والله العظيم أكثر من 90% مما يوجد في مادة اليوتيوب في ذلك الوقت المحتوى هذا الموضوع كله ذم لعائشة، ذم لعائشة رضي الله تعالى عنها. يا الله معقول؟ سواء في خطب سواء بأفلام سواء عموم اليوتيوب يعني اللي فيه وجدنا تقريبا أكثر من 90% ذم لعائشة، إساءة لعائشة رضي الله تعالى عنها في مقابل 10% أقل أبدا، أشياء بسيطة خطب عادية بسيطة تتكلم هنا أو هناك وأطراف كلام أبدا، هذا في اليوتيوب. فتألمت والله شد الألم، وبصفة تخصصي يعني في السنة النبوية وروايات عائشة هي رقم تقريبا 4 أو 5 من رواة الحديث عموما رضي الله تعالى من المكثرين من رواية النبي صلى الله عليه وسلم، فحرصت صراحة أني فعلا أبرز هذه الشخصية. طبعا هذه القضية تحتاج إلى جهد عظيم وكبير، لأنك أنت بتذهب تجرد الكتب الأمهات والمطولات وكتب السنن والمسانيد والسير والتاريخ، وهذا جهد عظيم. وفعلا كونت معي فريق علمي وبدأنا والله نجد أكثر من 6 أشهر وحنا فقط نجمع جمع مادة علمية كل ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها. فلما جمعنا المادة العلمية طبعا عندك فيها المقبول والمردود، فيها الصحيح والسقيم والضعيف والحسن، يبدأ الفرز الآن يبدأ. فبدأت المرحلة الثانية مرحلة الفرز، المقبول والمردود، وجعلنا في المقبول الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه والضعيف الغير ضعف شديد. أن تروي سيرة، ما تتكلم عن أحكام ولا عقائد ولا عبادات، تروي سيرة. فأدخلنا الضعيف الذي ليس فيه ضعفا شديدا. فبدأنا الحقيقة، فلما اجتمعت المادة العلمية للمقبول فوجدنا مادة ما شاء الله ضخمة، فبدأنا نفكر كيف نطرح عائشة. فوجدنا أنه أفضل طريقة يطرح فيها أن تجعلها كفتاة من بداية حياتها من ولادتها إلى مماتها رضي الله تعالى عنها. فبدأنا نكون ملفات عدة، ملف عائشة كطفلة، أولا البيت الذي تربت فيه عائشة، هذا ملف رقم واحد، البيئة والبيت. الأمر الثاني عائشة كطفلة، عائشة كبنت كبرت، كفتاة، عائشة كأخت، عائشة كزوجة، عائشة كأم، ثم عائشة والمرح، عائشة والزينة، عائشة والسياسة، عائشة والقرآن، عائشة والفقه والمواسم، وهكذا كل ما تتميز بهذه الشخصية العظيمة من تكامل عجيب. فتكون عندنا لا يقل عن 30 ملف، كل ملف بدأنا نضع فيه القصاصات اللي تتعلق في الموضوع نفسه. فأصبح عندنا ما شاء الله ضخم، ملفات مليئة. فجاءت فكرة الطرح، كيف نطرحه؟ بدأنا في طرح خطب جمعة عبر عرضها عن طريق خطب الجمعة في المنبر، ومضينا تقريبا فترة من الزمن كل أسبوع نخطب خطبة، طبعا بعد ما تحضر الخطبة بطريقة جميلة وكذا. كانت سلسلة شيخ؟ سلسلة خطب، سلسلة موجودة الآن، موجودة على موقع سماء الإسلام، من يدخل يجد خطب عائشة. كيف كان هذا قديما؟ هذا ترى يمكن قبل يمكن أكثر من 15 سنة و10 سنوات تم عرضها على المنبر. إيه، ثم جاءت فكرة أن نطرحها كبرنامج تلفزيوني. هذه فكرة أخرى تماما، واشتغلنا عليها وأخذت وقت طويل، واشتغلنا على استديو مختلف القالب، أخذنا استديو وبنيناه كما جاءت كتب التاريخ تتحدث عن غرفة عائشة وقربها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمساحات وماذا يوجد فيها، حاولنا نقرب البيت تماما. يا سلام. وأذكر أخذنا استراحة في الرياض للتصوير، وجلس 6 أشهر نبنيها من الجريد والنخل والطين وكذا. إعداد موجود الأمان، يدخل اليوتيوب الآن ويحط برنامج عائشة سيشاهد الحلقات وكيف الاستديو اللي وضع فيها. ثم بعد ذلك بدأ التصوير، ثم بث الحمد لله على قناة روتانا أو قبل تقريبا 5 سنوات أو كذا، وكان وقت الذروة اللي هو بعد مساء المغرب مباشرة، وكان معها قناة الرسالة، ثم بعد ذلك بث أكثر من 100 قناة فضائية بعد ذلك إلى يومنا الحاضر وهو يبث البرنامج. هذا برنامج تلفزيوني، وكان له ردود أفعال جميلة، واستثمرنا فيه وسائل التواصل من تويتر وغيرها. جميل. جميل. أي ثم جاءت الخطوة الثالثة في المشروع، هذا الكتاب. ولا شك ان الطرح في الكتاب غير الطرح في الخطب وغير الطرح في لا من حيث اسلوب الصياغه ولا من حيث المعلومات وتكامل المعلومات اللي كانت في كتاب. لا، انت الكتاب امامك فرص بمنهجيه وامامك منهج علمي وتشتغل فيه. فعلا قمنا بفضل الله تعالى وبدانا طبعا كتابه
تحتاج منك عاد إلى جو وصياغة أدبية وصياغة قبل ذلك أن تعيش أن تعيش وذلك أن تسألني عن المقدمة ليش. والله العظيم يا إخوة أقسم بالله أني بعض الأحيان أكتب وأنا أبكي يعني تفاعل عجيب يعني فتح الله بشيء عجيب أنا استفدت يعني شيء عجيب كأني فعلا أعيش مع أمي عائشة رضي الله تعالى عنها. إي والله وجدت أثر كبير واستفدت بشكل كبير جدا من هذه الشخصية العظيمة. ولذلك أنا أقول حرام صراحة وحاولت طبعا أن يبسطها بقدر المستطاع بأسلوب سهل جدا. ليش؟ لأن أنا أخذ بعض الحديث والأثار لكن ما أذكرها بنصها أحاول أبسطها لأن أنا أتحدث مع فتيات معاصرات فتيات يعني من 13 سنة إلى قريبا 25 سنة يبون شيء سهل لقيمات بسيطة وطبعا كتابة السيناريو كما يقولون أصعب ما يكون بل حاولت أني أستفيد من بعض كتاب السيناريو المشاهير وغيرها والله كنت أعرضها على اللجنة والفريق كان يقول لا يناسب فبدأت أنا حقيقة أجلس وأكتب بفضل الله تعالى حتى انتهى الكتاب وخرج فأصبحوا رقم تقريبا 3 مشروع الآن شغالين على قضية أيضا اشتغلنا عليه على تغريدات ومتغريدات ومسابقة عبر ذي ونزل بعدد كبير جدا. وعلى فكرة عندنا برنامج عندنا لما نزل برنامج عائشة تلفزيونيا أكثر من 1000 تغريدة وصلنا لعدد 1000 وتوقفنا تقريبا. الردود أفعال من الفتيات اللي وجه لهن لأنه كان الهدف إيجاد أسوة وقدوة للبنت المعاصرة من 13 سنة. أنا أقول الآن لأي أب لأي أم لأي فتاة هذه حياة عائشة وهذه قدوة. وهذا البرنامج لاحظوا يا إخوة لما نقول سيرتها كبرنامج تربوي تطبيقي للفتاة المعاصرة خطوة بخطوة من ولادتها إلى وفاتها إلى مماتها رضي الله تعالى عنها. بمعنى خذ عائشة كبنت أو كطفلة اقرأيها واستقي منها تلك لا وبفضل الله تعالى أبد استقي منها الشخصية كيف كانت تعيش كيف تكامل الفتاة المسلمة في مثل هذا. وبعدين كنا كلما انتهينا في آخر حلقة كنا نضع سؤال تطبيقي. يا سلام السؤال التطبيقي هذا نجاوب عليه بخطوات عملية مثلا لماذا وكيف نعيش القدوة في حياة عائشة رضي الله تعالى عنها ثم نجيب عليها بإجابات مختصرة يمكن 3 أو 4 نقاط ونختم بها المقطع الأول وهكذا. فأنا أقول هذا الآن منهج تربوي تطبيقي منهج خلاص ممكن تعطيه بنتك تعطيه أختك تعطيه زوجتك تعطيه بنات المسلمين. اقرأي انظري إذا كنت تريدين أن تعيشين حياة فتاة مسلمة لن تجدي والله العظيم أعظم ولا أفضل ولا وأي فتاة أقول أنا يعني أم المؤمنين عائشة وزوج خير الناس والله يا أخي مع الأسف إننا يعني نحن كمسلمين والله إني فوجئت بمعلومات ما كنا نعلمها عن عائشة. الكتاب أين ممكن يوجد دكتور باهي؟ موجود الكتاب في دار الميمان. جميل. مطبوع والحمد لله موجود الكتاب يعني موجود وأيضا. متوفر شيخ في دور البيع. متوفر دار الميمان جل خير وفرته موجود يعني الكتاب. جميل. ويعني ما شاء الله عسى الله ينفع فيه يعني. أيضا رقم 5 التطبيق الإلكتروني شغالين الآن على عموم. حياة عائشة بتطبيق إلكتروني لعل الله يسهله وييسره إن شاء الله. يا سلام شيخ وهذا يعطينا ما شاء الله نموذج رائع مؤسسي في في يعني في إطلاق مشاريع. والناس الآن تطالب بالنسخة الثانية. هل الشيخ تم عرض كامل السيرة سيرة الصديق رضي الله عنها في خلال الطرح الماضي وهل هناك استكمال قريب؟ طبعا الملفات موجودة عندنا حقيقة وفي كثير من المعلومات لكن نحن اكتفينا بهذا لأنه ما حبينا نثقل لأنك أنت دائما الهدف أمامك. ماذا نريد من هذا العمل؟ أن نوجد منهج تربوي تطبيقي للفتاة المعاصرة الفتاة اللي هي من عمر 12-13 سنة إلى عمر 25 سنة. جميل. فما إحنا نحب نثقل عليها الحقيقة لا بالأسلوب ولا أيضا بالثقل ولا حياة عائشة أكثر من مجلدات وليست مثل هذا. جميل. فاكتفينا حقيقة بمثل هذا باقي الآن أنه أنا دائما أقول ويعلم الله أننا بذلنا يمكن سنوات إحنا بالمشروع وما زلنا لكن أنا اللي أتمنى مشكلة أننا إحنا بعض الحين في مجتمعات لا تكاد تقرأ وأيضا ربما نجتهد بعض الأحيان في بعض البرامج سواء تلفزيونية أو حتى يعني في جهات عدة لكن ما في منهج. أنا أقول الآن المنهج تعب عليه واشتغل عليه جاهز بين يديك أنت يعني أنت أيها المربي أنت أيها الأب أنت أيها الأم أبد جاهز قولبه كيف ما شئت. أنا سلام. أقول والله العظيم أي أم أي أب بالإمكان يقول تعال يا بناتي هذا ترى أنا المنهج لامرأة خريطة. يا أخي ليش الآن العالم الغربي عندهم نموذج مثل ماما تريزا كمثال وشغلين على ماما تريزا ومنهجي وله مؤسسة إنسانية عظيمة. أنا أتمنى أمنية ومن يساعدني في الأمنية من مسؤول أو غيري والله العظيم نسأل الله أن يشفع لنا لا هو لا أن يكون كمنظمة عالمية إنسانية باسم منظمة عائشة رضي الله تعالى ماما عائشة منظمة ماما عائشة الإنسانية. يا سلام. ونسجلها بأكبر بالأمم المتحدة وبأكبر المؤسسات نبغاها الجانب الإنساني. الجانب الإنساني عند عائشة رجل عجيب والله في مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام وغيرها
تستحق يا أخي أن تكون مؤسسة عظيمة. إبراهيم أنت قلت إنه إحنا ما نقرأ بالفعل كأمة ما نقرأ، لكن أيضا الدكتور إبراهيم لو أنا هذا رأيي ما أدري أنا صار سويته، لأنه يكون لك أيضا قطفات جميلة في السناب، ولأنه الآن الجماعة يبغون الجرعة السريعة والبسيطة، فكبسولات دي وأغلب الجيل أحيانا في السناب، بحيث إنه ممكن يعني تسنب منه من الكتاب على 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 فترة. أنا ما ودي أفضح روحي الحقيقة، مشكلة السناب أنا ما دخلت، ما إلى الحين ما دخلت عالم السناب والسنابية. لا ودي أبدا شيخ، أنا طلب مني والله كثيرا. إن شاء الله ندشن السناب شيخ اليوم الحلقة. والله أنا متوحش أنا من السناب شوي، لأنه مع إنه والله طلبني كثير الحقيقة، ويمكن عندي سناب خاص بيني وبين العائلة وكذا، لكن ما أنا والله مكثر فيه، ما أنا مكثر أبدا يعني قليل جدا، وحتى ما أعرف بعض إصراره وأموره. والله طلبني كثير ولعل الله يسر. مقترح يعني لو تشيخ اللي خلاك تخش تويتر واليوتيوب. الحمد لله وسائل التواصل والله داخلين، بس كلها إلى السناب. السناب شيء حي بك باللحظة. أنا أتذكرني بواحد من الزملاء يقول أنا ما سبحان الله في بعض الناس عنده قدرة يجمع بين الوسائل كله، يقول أنا إذا انشغلت بذي نسيت ذي. لا بشك ما الحمد لله القدرة موجودة والله، والسناب والإنستغرام والواتس والتليجرام والبيرسكوب وكل شغالين عليها. أقول الشباب في رؤية إن شاء الله يعني مركز دراسات رؤية الاجتماعية ضروري إنهم يتحمسون معك لهالفكرة. فقل أن تخصص أنت حلقات تسجل فيها للسناب وهم بعدين ترى مركز رؤية ما له علاقة بشغل الشيخ إبراهيم، ما له علاقة مركز رؤية فكرته تماما أخرى مستقلة. مركز رؤية مركز دراسات مركز رؤية مركز دراسات اجتماعية بطريقة حرفية مهنية منهجية، له مجلس إدارة وله مجلس أمناء وله هيئة استشارية علمية تنتقي المواضيع وجندة المواضيع، وأيضا الهيئة الاستشارية العلمية كله ما شاء الله أساتذة الجامعات على مستوى ويحكمونها وترجع لمحكمين أبحاث يعني أبحاث علمية دراسات ميدانية دراسات وأرقام واستطلاعات وغيرها. أنا ليس لي دور في مركز رؤية أبدا إلا كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة فقط، أما غيره ما لي علاقة في رؤية ولا يعني رؤية ما له علاقة بإبراهيم الدويش بشخصيته وعملي، وتشوف كل العمل اللي قائم الآن هنا هذا عمل المكتب الخاص للشيخ إبراهيم. جميل عشان نستفيد من الوقت. أنا شيخنا نحن نتكلم عن ما شاء الله الموسوعة الجميلة هذه، موسوعة المجموعة العلمية الحديثية، وهي صلب التخصص اللي ممكن الشيخ لم يشتهر به. لكن يعني نبدأ بالقرآن للشيخ ما شاء الله إبراهيم، دكتور إبراهيم حياة مع القرآن، ومن هذه الحياة إصدار مثل يعني هذه المؤلفات الخارطة الذهنية للقرآن الكريم ومتمثلة في سورة البقرة كنموذج، وكذلك تكرار الفاتحة والكامل. وش السر يعني خلف هذه الجماليات القرآنية؟ طيب خلينا يعني أنا ما أدري، يعني دائما أحرص صراحة على إني إذا عملت في شيء أعمل في شيء لعله يكون نفعه أكثر متعدي يعني للناس، ويكون أكثر من مجرد إنك تتكلم عن موضوع معين. أنا تكرار الفاتحة القوة كاملة، طبعا أنا كنت أفكر كيف أدخل القرآن، نحن بأمس الحاجة صراحة لقراءة القرآن، وليست مجرد أي قراءة. أنا الفصل هذا عندي تفرغ علمي بالجامعة، والتفرغ العلمي على بحث اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قراءة القرآن. يمكن تبقى تقول شلون كيفية قراءة كلنا نقرأ القرآن، القرآن بكيفية. أنا فوجئت من خلال جمعي للأحاديث والآثار التي فعلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ونحن بأمس الحاجة للمنهج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له منهج في قراءة القرآن. الكثير من الناس حتى المتخصصين قد لا يعرف وش منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وحتى يكون له أثر، حتى يكون له يعني حتى يرجع حتى يكون القرآن أثر في حياتنا. ولذلك أنا على وشك إن شاء الله أنتهي من هذا البحث لعله يرى النور قريبا. هذا ثالث هذه البحوث في القرآن. تكرار الفاتحة كان من عام 1421 هجري. سؤال يطرق ذهني دائما، لماذا الله عز وجل فرض علينا تكرار الفاتحة بهذا الشكل 17 مرة في اليوم والليلة على أكثر من 1,700,000,000 مسلم يقرؤون سورة الفاتحة 17 مرة؟ هذا في الفرض، في الفرائض غير النوافل. ليش يا أخي الواجب السؤال هذا يكون معنا ويستجيشنا ويستثيرنا ويخلينا نفكر كثير، ليش لماذا الله فرض علينا الفاتحة؟ طبعا معلوم ان الفاتحه اعظم سوره في القران، لكن ما الاسرار؟ وش الاسرار اللي جعلت على يفرضها ونقراها من يوم نقوم الصباح الباكر بعد من يعني نستيقظ قبل شروق الشمس ونصلي ركعتين لابد نقرا الفاتحه مرتين، نستفتح بها اليوم ثم نمضي الظهر 4 مرات، ثم قبل العصر 4 مرات، ثم المغرب قبل المساء او عند حلول المساء 3 مرات، ثم في منتصف الليل او قبل 4 مرات. هذا بس في الفرائض لازم نقراها يا اخي. والله لو قلت لاي انسان غربي غير مسلم، المسلمون هل عندك خبر أن المسلمين يكررون جملة كل يوم 17 مرة كل مسلم عاقل مكلف يقرأها؟ واجب عليه كل يوم شرط أن يستثيره. كيف معقول؟
راح يسألك سؤال يقول لك ليش في هذه أيوة. فيها سر هذه. هذا السؤال المفترض نحن نسأله كمسلمين ليش. هذا بدأ طرحته في مادة صوتية كانت كالأيام بعنوان ما زالت مسجلة موجودة على النت وعلى اليوتيوب بس روائع الحمد قلائد الحمد قلائد الحمد قلائد الحمد موجودة الحمد. المادة صحيح. وحاولت أجيب على ذلك السؤال وأجبت فعلا لكن والله ما شفت غليل الإجابة وما زلت أتتبع وأجمع الآثار والأحاديث وأقرأ في تفسير الفاتحة حتى وجدت وتحرك القلم وجدت 11 سرا من الأسرار واشتغلت عليها في المنهج العلمي بدءا ترى الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار يا سلام وجمعت كل الآثار والأحاديث في هذا الجانب ثم لما حكم طبعا من قبل دراسة علمية وغيره هو موجود من ضمن المجموعة الحديثية يا سلام لكني رأيت أنني أخرجه للناس لما رأيت أخرجه للناس الناس هذا جانب علمي تخريج حديث موسع دراسة أسانيد نعم. حكم على الرجال لا يناسب عامة الناس كبحث هذا كبحث علمي فأخذته وحاولت أني أصيغ صياغة بسيطة وسهلة للناس وأربطه بحياة الناس حتى يعرفون الأثر وضعت فيه الأسرار واختصرت التخريج والجانب العلمي بشكل كبير وجدت أن الاسم المناسب وتكرار الفاتحة القوة الكامنة لأنه فعلا والله هي قوة كامنة أتمنى بس شيخ طلال تقرأ الخلفية هذه باختصار طبعا تكرار الفاتحة القوة الكامنة هذا الكتاب كنت وما زلت على يقين وقناعة تامة أن وراء هذا التكرار قوة كامنة وطاقة روحية تدفع بالمسلم للحياة وشواغلها بكل ثقة وشجاعة لكن كيف؟ عظيم حاجتنا للفاتحة كقوة كامنة تبعث في النفس طاقة روحية عجيبة على مدار اليوم والليلة والله العظيم قسما لا أحنث فيه لو تدبر المسلمون هذه السورة الفاتحة وقفوا على أسرارها وكنوزها لرأيت حال أمتنا غير هذه الحال فتش معي عن أسرارها ومعانيها فستتغير الكثير من مفاهيمك بل وستكون مفتاح سعادتك وراحتك بل وسلامتك لا تعجب فهي مفتاح لكنوز الأرض وكنوز الجنة معا بل هي مفتاح لخير الدنيا والآخرة جميعا فهي مصدر القوة الكامنة في كل مسلم والله 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 تغيرت حياتي تماما بعد معرفة الأسرار وأصبحت عندما أقرأ الفاتحة أقرأها عن قناعة وأشعر كأنها بنزين مادة روحية وقود تحركني منذ أول يومي إلى أن قبل أوي فراشي في المعاني يا أخي من أعظم الأسرار اهدنا الصراط المستقيم والله أني أصبحت في أي خطوة أريد أن أخطوها أو أتجه أو أقولها أو دائما على لساني اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا لأني يا أخي نحن اليوم في فتن في متغيرات ما تدري حقيقة وين الطريقة الأسلم أنت تريد الصراط المستقيم يا أخي الله تعالى جعلنا ندعوه كل يوم 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فأصبحت ما أخطو خطوة ولا أقول كلمة ولا أتصرف تصرف إلا ولساني يلهج يلهج اهدنا الصراط المستقيم مع اختلاف السبل وكثرة السبل يمين وشمال وهذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه يعني موجود هنا خط مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوط صغيرة مائلة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه طبعا بالأرض خط قال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل عن يمينه وعن شماله على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والله كأنه الحال اليوم سبل كثيرة تريد أن تحرفك عن الطريق المستقيم هذا الصراط اللي الله تعالى يريد أن نمضي فيه هذا المجتمع هذه الحياة التي يريدها الله تعالى لتنجو السفينة في سبل يمين وسبل يسار شهوات فتن تلمع لها بريق أموال تخطف ولا يشوف بعض الأحيان والله أنا بعض الأحيان حنا يعني ينحرف الإنسان فجأة للطريق يمين ولا يسار فنحتاج اهدنا الصراط ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وين وصانا فيه في الفاتحة أحسنت في الفاتحة وانت ماشي في الصراط أكثر من الدعاء انتبه ولو انحرفت اهدنا الصراط ارجب لا لو لو انكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولا اتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله وانت بشر لست ملك كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ترجع للطريق المستقيم لا تزل قدمك انتبه المصيبه لو زلت القدم ورحت يمين مع هالسبيل ولهالطريق ودحذرت وضعت هذه المصيبه لكن انت تظن هذا الطريق صواب ثم ترجع للطريق الحق يا سلام لا سلام يثبتنا واياكم على الصراط المستقيم هذا في القران هذا الكتاب عاد هذا مشروع له قصة الحقيقة أنا أخذت يوم من الأيام دورة تدريبية عن الخارطة الذهنية في حياة الإنسان والخارطة الذهنية معروف أنه منهج تقني
في لتوني بوزان البريطاني عالم العقل البريطاني وكيف الإنسان ينظم حياته تنظيمي أي تنظيم بطريقة خارطة ذهنية. أنا أخذت الدورة لي شخصيا يعني أريد أن أنظم حقيقة برامجي بعض الأحيان أفكاري كذا وفعلا بعد تلك الدورة وجدت أني استفدت بشكل كبير جدا. وظفتها؟ وظفتها متى؟ وظفتها لما كنت جالس مع أولادي وبناتي الله يصلحهم عندي خمسة تقريبا حافظين القرآن الله يصلحهم فكنت كان يشكو من قضية كنت راجع مع أحيان بعض في رمضانات بعض الأحيان معهم فكان في أحد الرمضانات يشكو قضية طول سورة البقرة وإن طويلة وإن نحفظ منه وننسى منه والمواضيع ما أدري كيف فقلت لهم خلونا وش رأيكم لو طبقت ما أخذت في الدورة كنت توي أخذنا الدورة كل أيام وش رأيكم لو طبقنا ما أخذنا في الدورة على سورة البقرة كيف بدأت والله جيت أنا والعيال جلسنا وخذنا ورقة وقلم وبدأت نحط ونحاول وحدة موضوعية ونفرع أي والله يعني بطريقة بدائية بسيطة ما كان فيها تضلع علمي وبحث فعطيتها أولادي والله فوجئت بالتأثير عليهم حتى قالت لي إحدى بناتي قالت والله يا بابا أني الآن أصبحت سورة البقرة عندي كأني داخل بيتنا أعرف وين المطبخ وأعرف وين الصالة وأعرف وين المجلس وأعرف خلاص ترتب ذهني ترتب الذهن لها فلما وجدت أثرها التقيت مع الإخوة في اللجنة العلمية عندي في المكتب قلت شو رأيكم يا ناس فبعد بدينا نقرأ في البقرة ونبحث عن الوحدة الموضوعية لأن بحث الوحدة الموضوعية أهم شيء حقيقة في قضية الخراطة يرتب في القرآن وهذه شوف يعني حاولنا حقيقة بعض الناس طالبونا إلى أننا نمضي في سورة القرآن لكن القضية والله صعبة جدا حتى تجد الوحدة الموضوعية التي ترتبط فيها كل الآيات كل آيات السورة هذه الآن هي سورة البقرة هذه سورة البقرة فقط كاملة كاملة بهالخارطة هذه خارطة شوف الأصل العبادة يتفرع الخمسة فروع رئيسية كل فرع يتفرع إلى تنتظم كل الآيات والله لو تقرأ البقرة نصف ساعة أحتاج من وقتك نصف ساعة تقرأ سورة البقرة على هذه الخارطة ستجد ذهنك يرتب في أفكار سورة البقرة وطريقة جميلة أنا أستطيع الآن أتكلم لك لو جلسنا 3-4 ساعات عن سورة البقرة وموضوعها وتفريعاتها إلى آخر السورة يا سلام ليس تفسيرا لا موضوع عام والحمد لله بدأت بعض مدارس تحفظ القرآن حتى في المملكة وفي خارجها يحفظون الطلاب على طريقة الخارطة الذهنية اي ما شاء الله ووجدت أثر كبير وكيف تركزت فعلا في الذهن وكيف حفظها الكثير من الشباب والفتيات بل راجعها أناس وسألناهم كيف وضعك مع سورة البقرة قبل وبعد فكانت الإجابة عجيبة يا سلام شيخنا نحن الوقت أزف علينا أنا شوف الوقت مرة حلو أنا ماسك دي في يدي لنص ساعة لكن أنا بحط هذه وأقول يا شيخ أنت عدنا ب ب ب ب بوعد قريب قادم بإذن الله تعالى ببلشك ما عاد فيها كلام أنت تشرف الله يا شيخ محمد بالعكس شرف لنا والله نشرف بك يا شيخ أي والله أسأل الله الآن التنسيق بس الشيخ أقرب جاية يعطينا خبر ويشرف أبد تشرف الله شيخ نكمل حديث الدار باقي حديث رؤيا باقي جد والله دكتور إبراهيم شيخ لا يمل والله يجزاكم خير الحديث على المجموعة الحديثية عاد هذا شأن آخر لأنه تخصصي أبدا بالعكس سيكون حديث معه إن شاء الله بتنزل قريبا أو نزلت الآن تقريبا مجموعة علمية أي والله 12 تقريبا وهي صلب حياة الشيخ يعني الشيخ يعني هذا أنا ضحك بعض الأخوة بعض العلماء لما قلت له أعطيته هدية نسخة فقلت له هذا الوجه الآخر لي فضحك قال لا هذا الوجه الحقيقي لك لأن تخصص أقصد الدراسة يعني متخصص بالسنة النبوية وعلومها عندك مبارك بإذن الله تعالى الله إنما كنت وصلى الله تعالى التوفيق والسداد والسعادة في الدارين آمين أكرمتنا وسعدتنا والسعد لك أخوي أبو عزام ولك أيضا نراكم إن شاء الله قريبا الله يحفظكم نراكم إن شاء الله غدا وأنتم في خير وسعادة وتوفيق ورضوان دمتم في رعاية الله سلام الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا